دعني أشرك معنا سيد مايكل بينيان. سيد مايكل بينيان، بالفعل تتحدث تقارير غربية عن أطراف أخرى، ويتم الإشارة إلى الروس في هذه الأحداث، ولكن اللافت هنا أن الغرب يبدو بأنه يتعامل مع أطراف الصراع على حد سواء، ربما يتجاهل حتى أن ميليشيا الدعم السريع هي قوة متمردة تهدد أمن البلاد، وليس هذا كلامي فحسب، بل أيضا التقارير الأمريكية على بعض يعني المواقع فيها واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، تتحدث على هذا السياق أيضا. لماذا أيضا تلوذ الأمم المتحدة بالصمت حيال هذه الميليشيات ولا تقوم بإدانة هذا التمرد؟ وما رأيك بشكل آخر فيما نشر اليوم عن مسألة هروب الدبلوماسيين كما تحدثت الصحافة البريطانية؟ يعني هو أمر أيضا يجب التوقف عنده. أعتقد أن السبب الذي يدعوهم لعدم إدانة هذه الحالة من التمرد الآن هو أنه يجب أن يتوقف القتال، وإدانة طرف واحد قد يساعد في مسألة الوصول إلى وقف إطلاق النار. وأيضا مجموعة فاغنر موجودة في السودان وتساعد المتمردين منذ وقت، وخاصة في محاولة السيطرة على موارد الذهب والثروات الأخرى ذات القيمة في السودان. نحذر من أن هذه ستتحول إلى حرب أهلية، ولذلك أول شيء نقوم به هو تأمين هؤلاء الدبلوماسيين والرعاية من الدول الغربية. الدبلوماسيين يتم إجلاؤهم من سفاراتهم، والآن يتم العمل من أجل إنقاذ 4000 المتبقين في السودان.